دايما مع حضراتكم الحقيقه من خلال هذه الفقره، والفقره الحقيقه اللي بتلقى اعجاب حضراتكم، لان احنا بنقدم لكم دايما سيده اعمال من المنزل، نماذج مشرفه لنسائنا وفتياتنا اللي عندهم هذا الاصرار وهذا التحدي ان هم يكملوا المشوار مهما كانت الظروف، مهما كانت الصعاب، لكن بنجد هذه النماذج. معانا النهارده نشوى عصام وايمان ابراهيم، مرحب بكم معانا. الحقيقه نشوى طبعا انت خريجه نظم معلومات، وحاجه بعيده تماما يمكن عن ان انا ممكن اركز ازاي هي ممكن تطلع بهذه الاعمال والاكسسوارات الجميله الرائعه، لكن اكيد لكل طريق بدايه. كانت بدايه ازاي؟ هو انا من الاول اصلا بحب الاكسسوارز، بحب الاحجار بالاخص، تعودت ان انا اعمل حاجه بايديا، مش بحب اجيبها جاهزه، ممكن اشوف حاجه تعجبني بس. انت بقى في المدرسه وفي الجامعه وكده ولا من بدري؟ من بدري وانا بحبها، من يمكن من ثانوي بحب الاكسسوارز، كنت انا واختي دايما بنحبها. اتعلمت طبعا، النت كمان سهل الموضوع، بقى اتابع ادور اقرا عن الاحجار وفوائدها، احاول اشتغل اعمل ديزاين جديد، يعني مشيت واحده واحده. اعتقد ان واحده واحده دي ليها برضو بدايه. بداتي بقى امتى تحسي ان انت بدات تبقي مثلا بروفيشنال شويه، او تقدري تقولي بقى انا هعرض حاجتي دي؟ من 3 سنين بالظبط. ايوه تمام. بدات فعلا ان انا اشتغل بجد، بدات اشتغل. حد شجعني ان انا ابدا اروح معرض، انزل اعرض الحاجه. بالفعل نزلت من 3 سنين بدات اعرض، ودخلت كان اول معرض، بعد كده بدا الموضوع يبقى معرض تاني. أيوة. مره تانية، وفضلت اكمل لحد ما الحمد لله يبقى. هرجع لك على قصه الاقبال بقى، لما مقبل على شغلك او كده رد الفعل بيبقى عامل ازاي؟ يعني نشوى، صح كده؟ ايمان ايمان، شغلك شايفاه ان هو مختلف تماما. طبعا هو ديكوباج، وديكوباج مش من السهل ان اي حد ممكن يكون يتقنه. طيب. وبالتالي انت خريجه فرنساوي، اداب فرنساوي. القصه كانت ازاي؟ وحب والرقه بصراحه بتاعت الشغل بتاعك جميل جدا يعني. اتفضلي. من البدايه اصلا انا يعني اوكي دراستي فرنسي وكده، بس الاعمال الفنيه عامه دي هوايه بالنسبه لي. ببقى مستمتعه جدا اما بعمل عمل فني. بدات معايا في البدايه، اكتشفت نفسي كده. انا كنت قاعده فتره بره بس، وبعدين فكان في وقت بقى بيبقى فراغ وكده، فاكتشفت. انت اتجوزتي وعشتي مثلا مع جوزك بره ولا ايه؟ بالظبط. تمام. اشتغلت فتره برضو مدرسه فرنسي وكده، بس في البداية يعني اكتشفت الموضوع ده في نفسي لما كنت قاعدة ووقت فراغ كتير وكده. وساعات الولاد برضو كان بيبقى يطلب منهم بروجكت كنت بعمله، فكان بيعجب اي حد يعني. فانا يعني قلتي لا ايه ده بقى، انا لازم استثمر القصة دي يعني وانا قاعدة كده. بالظبط. فقعدت فترة يعني اجرب كذا حاجة. الفنون عامة بتستهويني، فقعدت اجرب. اخر حاجة طبعا اللي دلوقتي بعشقها جدا والديكوباج دوت. قولي لي ده فن ايه يعني؟ قولي ده يعني اصلا الديكوباج اصله صيني. صيني. اتعرف في الصين الاول وبعد كده اتنقل لفرنسا. الديكوباج اصلا معناه فن القص واللزق. تمام. بس فكانوا في فرنسا اصلا هناك بيقولوا بيطلقوا عليه يعني فن الانسان الفقير. أنا علشان هجيب صورة جميلة جدا. ميرسي. بعد إذن المخرج نحاول إن احنا كده نجيبها نفرجها وده رسمها الحقيقة وشغلها. وبرضه نشوى هعمل نفس الشيء، وهجيب برضه الشيء ونحطه. الحاجات اللي هي الحقيقة رائع وجميل، وحاسه ان هو مستوحى حتى كمان من الفن الفرنسي يعني، في لمسات كده جميله. انا هكتفي بالصوره ديت، وهجيب صوره تانية الحقيقه عشان نشوف مدى برضو يعني شطارتك الحقيقه. لا حقيقه ايمان، انت برضو لما قعدتي الفتره ديت قعدتي فتره اكيد بتدرسي او بتشوفي او بتدخلي لنفسك هذه المعلومات. علشان توصلي للمستوى ده بنشوف حاجه تانية برضو ليها، واعتقد برضو ده من ده نوع من الديكوباج اسمه 3D، بيبقى مجسم. مع الديكوباج في ديكوباج مسطح كده عادي،
وفي ديكوباج المجسم اللي هو بيبقى بارز زي أيوة بارز. اه تمام واضح. زي برضو نفس الحكاية الطويلة بتاعي ده. اه اللي معاكي. تمام. بس. طيب. نشوة هرجع تاني لقصة الإقبال، لأن أنا مهمة قوي الجزئية دي، لأن هي بتساعد على النفسية، يعني إن أنت تكملي أو ما تكمليش. أنا في بعض الأمور برضو أستأذنكم. اه اتفضلي. لأن أنا صعبان عليا الحاجات دي الحقيقة. لازم إنها برضو تبان. يعني ده مثل يا جماعة من شغل نشوة، وعلى فكرة كلها أحجار وكلها تقنية برضو الحقيقة عالية جدا من الألوان. أنا شايفاها يعني ما شاء الله عليها. قولي لنا إزاي أنت فكرتي إن أنت تحطي تمزجي هذه الألوان؟ شايفة سيمون مع موف مع تيركواز، قولي لي الدنيا كانت ماشية معاك إزاي؟ أنا من وأنا صغيرة بحب التلوين والألوان. آه. ان انا اخلط الالوان، حتى انا بعلمه لاولادي دلوقتي بحب اخلط لهم الالوان. ممكن اوقات تبقى الوان غريبه بالنسبه للناس، واوقات تانية بتبقى مناسبه. اتعودت ان انا في الالوان، واوقات بمشي حسب ما حد بيطلب مني حاجه. بغير في الالوان حسب مزاجه، ممكن تبقى حلوه ممكن ما تبقاش حلوه. بس بدات اتعود ان مش يعني في ناس بتستغرب الوان مع بعض، لا العكس، هي بتبقى كويسه جدا. بتناسب بعضها، بتمشي مع بعضها. دي بتبقى موهبه، قصه مزج الالوان. وبعدين اوكي، لو انا حتى اعتبرت ده مزج الوان، طب رد الفعل بقى الـ 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 يعني الكاستمر نفسه او الزبون او اللي بيتفرج بيبقى رد فعله ازاي؟ بتقدري تقيسي ان المنتج ده هيمشي معايا، او المنتج ده مش هعمله تاني، او اراء بتقدري تستقبلي ازاي الاراء دي؟ يعني انا قابلت في الاول، اول ما بدات من 3 سنين، قابلت ناس ده بلاستيك هيتغير. فعلا كنت شغاله في احجار او اللي هو الخرز زي ما بيقولوا. لقيت فعلا ممكن يغير مع الوقت، ده مش نحاس ده معدن بيغير. فبدات اتجه للكاستمر عايزه. حلو قوي. عايز نحاس اللي هو ينضف بسهوله يرجع بيه يلمع تاني. عايز احجار ما تغيرش. الحمد لله عندي ناس بقى لها بتعمل معايا 3 سنين. الاحجار بتاعتهم ما غيرتش، لسه مستمرين مع بعض. كده بقى ربيتي زباين بقى، خلاص هنا في ثقه. والثقه ديت جت تبعا للرغبات بتاعتهم بالظبط. لان لما حد يطلب مني مثلا حجر عقيق، ليه مميزاته، ليه طريقته في اللبس، ليه الوانه. فالعقيق كمان الوان كتيره، فبقى بيطلب كتير. لا انا عجبني قصه ليه طريقته في اللبس. ليه طريقته يعني في اللبس، كل لبس ليه طريقته. كل ديزاين ليه الطقم اللي بيتلبس عليه. دخلت الفتره الاخرانيه ماركوزيت اللي هو زي كده. بيبقى فيه منه صوري شويه. بس حلو قوي على فكره، وفعلا الكاميرا لما جابته كان شكله رائع حلو. في اسمه ايه بقى؟ لا ماركوزيت. ماركوزيت. بيبقى زي الاحجار بتاعته. حاطه لولي بقى مع انت؟ لولي طبيعي. لولي طبيعي واحجار جاد. من مست اللولي برضو ان هو حاجه ممكن ما بتغيرش، ما بتقشرش، مستحيل. أيوة. صعب جدا. بدات امزجه هنا كده الثقه. انت عايزه بقى تجربه 3 سنين خلاص، ما ينفعش تروح ومش هترجع. لا ترجع وهي عايزه حاجه جديده. أيوة. عايزه حاجه ستايل جديد، ديزاين جديد. ابتكارات بقى على طول يعني. لا الحمد لله. وبنزل معارض باستمرار. وبتفرجي على ايه الجديد وكده؟ بدور على ايه جديد، وبدور ايه الاحجار كمان اللي بقى عليها اقبال. زي كان الصدف ما كانش حد بيدور عليه خالص، بقى فيه اقبال عليه. أيوة مره واحده. قولي لي دخلك اخباره ايه؟ بدا بقى يزيد الدنيا بصراحه تكتر. بدا يزيد، الوضع اتغير. برضو انا كمان في شراء الخامات الوضع اتغير، بقيت اشتري الحاجات القليله شويه، بقيت اشتري وانا عارفه ان الحاجه كويسه. فخلاص ليها قيمتها. فالموضوع الحمد لله بقى احسن، بدا يتغير معايا. وقت الصعاب هيجي الايمان. الحقيقه قابلتك مصاعب، قابلتك عراقيل، قابلتك لحظات يأس كده، يعني انه مش هقدر اكمل، ويا ترى في ناس هتيجي تشتري مني ولا لا، وازاي قدرتي تقيسي وازاي تعدي الصعاب دي؟ هو بصراحه يعني انا اصلا انا واخداها اكتر هوايه. أيوة. وببقى مستمتعه بيها جدا يعني. و عملتي معارض طيب يعني؟ نزلت معارض، وبرضه على النت بنزل شغلي وكده. وطبعا الحمد لله بيعجب ناس كتير. في اقبال يعني؟ الحمد لله. دلوقتي انت رجعتي مصر خلاص؟ بدأتي تعملي بقى في النوادي، تختاري الاماكن؟ يعني بدأنا شويه، نزلنا شويه معارض وكده، بس
وبرضو على الصفحة عندي وكده بعرض حاجتي والحمد لله. قولي لي بقى برضو ايه اللحظات الصعاب اللي قابلتك في حياتك؟ ما هو لازم التسويق نفسه استحالة هتبقى الدنيا وردية كده على طول، لازم في بعض الأوقات كده الواحد بيشعر انه مش قادر يكمل او لا، ما يعني هو بدل انا اصلا حابه الموضوع جدا. زوجك كان مشجعك؟ كان اكيد يعني طبعا كوباج شويه عن الهوايات التانيه، يعني شغله متعب شويه. بتعملي ايه غير ديكوباج؟ هو الديكوباج انا حاليا اكتر حاجه يعني انا كمان يعني بطور فيه كمان. يعني زي الشنط دي شايفه دي حاجات يعني براكتيكال بقى شويه دي كده يعني يعني هو ميزه الديكوباج ان هو بشتغل على كل الخامات. يعني مثلا خشب حتى وجوه. نعم حتى وجوه. ايوه والتاني وده برضو عامله شابوه بشنطه. شنطه ومعاه فكرتي قلت يبقى طقم مع بعض. وكنت عامله له اكسسوارز برضو ماشي مع لون الوش بتاع وكنت عامله له اكسسوارز كمان عشان يبقى طقم كامل. فانا اصلا يعني بحب يعني ابتكر في الديكوباج. وانت حتى الخوص مقويه شويه يعني مش مدياله هو بيبقى برخي شويه، انت مدياه عشان يبقى فيه قوه احتمال يعني بالظبط. عشان يحافظ عليه وكده. والالوان اللي حطاها دي ايه؟ لا هو الديكوباج يعني فكرته مش كله الوان، يعني دي اوكي ده شغل ملونه اوكي، لكن الديكوباج ده بنستخدم فيه كذا حاجه. يعني انا هقول لك انا لو كاستمر وجيت اشوف ديت انا مش هقول دي ديكوباج بالظبط. هقول عباره عن مربوطه ومحطوط لها لون بالظبط. مرسومه. ايوه بالظبط. ما هو فكره الديكوباج كده ان الحاجه هتحسيها مرسومه اصلا، مش بس احنا بنستخدم فيه حاجه مناديل. نوع مناديل بنستخدم فيه ورق ليزر. ايوه كده قول لنا الاسرار دي كده مش معقوله هتبقى كده بس بالظبط. لكن اي حد هيشوفه هيحس ان هو يعني مرسوم مش مناديل او اوراق او كده. ايوه صح خالص بالظبط. خدعه بالظبط. وبرده في حاجات غير الشغل الديكوباج برضو انا في اتعلمت انا خدت كورسات برضو اونلاين. ايوه عشان طبعا اكيد لازم. نصيحه حلوه قوي يا ريت تقوليها النهارده. يعني ما اعتمدش فقط على موهبتك. اوكي الموهبه دي اساس. ما اعتمدش لازم طبعا. يعني لو ما فيش موهبه الواحد مش يعني مش هيبدع في مجاله. ايوه بس لازم ادعمها طبعا باني اطور من نفسي، اخد كورسات، اشوف فيديو كتير. فيديوهات كتيره كده. بس فاتعلمت كمان عجائن، يعني عجينه ورق مثلا. دي مثلا عجينه ورق جد. تمام. طب ارفعيها في ايدك كده. يعني قد تبدو انها مرايه يا جماعه عاديه جدا، لكن بس ده كل ده عجين ورق وانتي دهناه بالذهب بالظبط. كده وعامله فيه. وهل بقيه المجموعه برضو كده؟ ده عجينه ورق دوت. اوكي دوت برضو مدخله فيه عجينه ورق. ساعات بدخل في الطابلوهات اجزاء منه. في انواع عجائن كتير بتديله كثافه شويه بالزبط. وفي نفس الوقت كمان لكن ما بيبص يعني ما لا 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 بس. وفي عجائن بقى كتيره يعني اتعلمتها. عجينه سيراميك برضو بدخلها في بعض الحاجات. انت بتعملي ده وبترسمي؟ ممكن في بعض لوحات بتحتاج رسم عشان نكملها. فساعات ممكن. انت بتقدري ترسمي؟ طيب عندك دي؟ انا بحب، انا اصلا بحب الفن. عايزه اعرف يعني انت رسمه الحمام ولا لا 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 ده ديكوباج كله. تمام ده بقى ده 3 دي ده شغل بقى كتير يعني. مختلف تماما يعني. قولي لي طب انا عايزه اسال سؤال بقى، بما ان يعني من الديكوباج من الحاجات القليله جدا يا جماعه او الحاجات اللي مش معروفه قوي. اللوحه مثلا دي ممكن بكام سعرها؟ بكام سعرها؟ لا عايزه اعرف يعني بما انك انت تحطي فيه ورق وحطي فيه عجائن ومش بالسهل بس ان الحاجه تطلع كده. ان الحاجات تحفه شكلها حلو. فقولي مثلا الصوره اللي احنا الصوره البنت دي البنوته دي ربما والعجائن اللي انت بقى بتحطيها مثلا المرايه اللي انت ماسكاها برضو سعرها بيبقى قد ايه؟ دي ممكن 150. الاسعار على فكره لطيفه.
مقابل انت بتقولي انك بتاخدي مجهود وشغل كتير بس حلو حلو حتى كمان تعرفي تجذبي الكاستمر وتعرفي يعني يعني تقدمي له وهي شكلها حاجات الحقيقه جميله جدا. برضو بالنسبه للدخل اخباره ايه؟ احنا برضو عايزين عارفه بنحفز يعني كده بنشجع اللي بيشوفنا. هو انا بصراحه انا مش بقالي فتره في مجال الديكوباج كثيره بصراحه يعني اقل من سنه بس يعني اتعلمت فيه كتير جدا وطورت نفسي وفي فتره قليله وزي ما قلت لحضرتك عشان كنت باخد كورسات ايوه بدا انا عارف ده شيء انا بتكلم دلوقتي على احنا بنقول الدخل زاد الانكم زاد يعني يعني طبعا احسن من الاول يعني شويه شويه ابتديت اتعرف يعني عن الاول فاكيد احسن مش كده؟ نصيحتك بقى يا يعني نشوى في نهايه فقرتنا كده للمبتدئ او المبتدئه او اللي عايزه توصل للمستوى ده تعمل ايه؟ ما حدش يستسلم. كل حاجة بتعدي، أوقات الواحد بيعدي بوقت جي علي وقت كنت خلاص أنا كمان هقعد مش هعمل حاجة، بعد كده جي حد حفزني هتقفي لا كملي، ما كلنا بنقع وبنقوم نكمل ومحدش يقف لحد كده، واللي عايز يتعلم هيتعلم، محدش يقول لا أنا مش عارف أكمل. يعني اللي حابب يتعلم فعلا النت وفر حاجات كتير، وفر الأونلاين بنعرف نتعلم منه، بناخد في ديزاين جديد، في حد بيعلم، في كورسات والحاجات برضو بأسعارها معقولة هيتعلمه ويبقى فيه جديد وفيه مفيد، محدش يقف كله يكمل، واللي عايز يستمر في حاجة هيكملها. الحقيقة أنا سعيدة جدا بالنماذج اللي احنا شفناها النهاردة مع حضراتكم، وأعتقد أن هذا أو هذه النماذج ليس بالسهل أنها تصل لهذه المرحلة إلا بالكثير من التحديات. ما بدأنا حلقتنا النهاردة بأبرز التحديات اللي بتواجه المرأة بنكمل مع حضراتكم من خلال هذه الفقرة إن فعلا أي حد لديه مقدرة موهبة عنده إرادة إن هو عايز يزود دخله يفكر في الحاجات دي يبتديها واحدة واحدة ويستفيد من الآخرين ويدخل على النت ويستفيد من جارته من صاحبته من قريبته وهكذا عشان نصل لهذا المستوى الحقيقة من التحدي ورفع مستوى المعيشة ورفع مستوى الدخل وبمنتهى السهولة ولكن بالإرادة والتحدي. كانت معانا نشوى عصام وإيمان إبراهيم، أنا بشكركم لوجودكم معانا النهاردة، أتمنى لكم التوفيق. سعيدة جدا المنتجات الرائعة الراقية النظيفة الحلوة اللي بتقول بالفعل لا نستمر والمرأة تستطيع. مشاهدينا تنتهي حلقتنا النهاردة، غدا إن شاء الله مع أسرة جديدة من أسرة زينب، نتمنى لكم يا رب العالمين دوام الصحة والعافية والرضا، اللهم أمين يا رب العالمين. شكرا لحضراتكم وإلى اللقاء.